كارثة وبائية مفاجئة تجتاح العزل الشرقية من مديرية المخا على تخوم حيس، وخصوصا مركز النجيبة الذي سجل 4 حالات وفاة خلال يومين من تفشي الوباء القاتل، فيما نقل العشرات بعد أن ساءت ظروفهم الصحية إلى المخا وعدن، بعضهم وفته المنية قبل تشبثه برمق الحياة الماثل في حقلة وريدية أو قربة محاليل على بعد 300 كيلومتر من متناوله، وأكثر من 8 ساعات سفر محفوفة بالمعاناة والألم. الحالة بناتي والله مصابين بالحمى، وأكثر أصحاب المنطقة مصابين بالحمى. الحمى ما تنتهيش، أحيانا ترجع، والعلاجات ما فاد لحد الآن، ما فاد أنهش يعني تروح الحمى وترجع. الحالة الآن الأربع الحالات ترقد بالمخا، وبعض الحالات ترجعهم، لأن واليوم ودوا حوالي باص لداخل المخا. كيف الحالات؟ حالة إسعافية يعني متضررة خطرة، وأربع حالات حوالي لهم 3 يوم رقود بالمخا، يعني اي بالمخا حاله خطره، حالتهم خطره. ايوه لحد احتمال يحولوهم عدن، قالوا احتمال بقى اليوم يحولوهم عدن. النجيبة المزدحمة بالسكان والواقعة على قارعة أحد أهم الخطوط التجارية الحديدة تعز، وتعتبر اليوم طريقا حيويا بين ميناء عدن والمناطق الشمالية، تفتقد لمركز صحي حكومي يستوعب المصابين اليوم بداء المكرفس أو الملاريا أو حمى الضنك التي غزت المنطقة بشكل موحد، وباتت هذه الوحدة الصحية المفرغة من مضمونها وجهة لمئة حالة في اليوم على الأقل، وتخلو من الأدوية اللازمة إلا من بعض الجهات الخاصة التي حضرت مؤخرا بشكل لا يوازي حجم الكارثة. الآن نستقبل أكثر من 100 حالة، منها ملاريا، منها حمى الضنك، منها المكرفس. تمام، في نقص إمكانيات في أولا المبنى غير مؤهل لاستقبال عدد كثير من الرقود، مثلا غرفة واحدة. أيوة غرفة رقود واحدة، ومعنا غرفة معينة هي أصلا كان غرفة ولادة، لكن عندما اشتد الأمراض واشتد حولنا إلى غرفة رقود. حضور مؤقت لبعض الجهات الخاصة قد يسهم في الحد من خطورة الوباء، لكن السؤال الموجه على لسان الأهالي: متى ستحظى المنطقة بمركز صحي متكامل لاختزال معاناتهم المستمرة ومواجهة مثل هذه الأوبئة المحتملة؟ في النجيبة شرق المخا وما جاورها من قرى تندرج ضمن خارطة اليمن المنسية يحضر الموت، وخصوصا عند الأطفال، وتغيب أدوار المؤسسات الرسمية والخاصة بما يتواكب مع حجم الكارثة الوبائية التي تتهدد حياتي 2000 شخص تقريبا وقد يتوسع نطاقها. محمد المغاربي، اليمن اليوم، المخا.